دكتور احنا وقت الحلقة خلاص فاضل لنا دقيقة تقريبا، حضرتك عايز تقول ايه لمشاهدينك دلوقتي اصحاب الطلاق العاطفي؟ وواضح انهم بقى يعني، لا يعني انا شايفة انها ظاهرة بقى، انا شايفة ان العدد كبير قوي، تقول لهم ايه يا دكتور؟ انا عايز اقول للناس يعني احنا مش هناخد كل حاجة في الدنيا احنا نفسنا فيها، بس في حاجات اساسية في حياتنا، في حاجات مهمة، في حاجات احنا اخترناها، احنا قادرين مع بعض ان احنا نغير مسيرة حياتنا، نبدأ صفحة جديدة، نهتم شوية بالطرف التاني، ما نمسكش لبعض الورقة والقلم، انت قلت انت عملت، لا ندي لبعض المساحة عشان نتعامل مع بعض بهدوء، نرجع بينا وبين بعض ذكريات الحب اللي ماتت واللي ما بقتش موجودة، بلاش الراجل يفكر في حاجات تعكر صفو حياته، وبلاش الست تدي ولادها يعني تفكير زايد عن جوزها. أي طرف لما بيهتم لنجاح العلاقة ولنجاح الأسرة، أنا عارف إن الناس كلها عايشة وممكن ما تكونش واصلة لدرجة الاستمتاع الكامل، بس بالإخلاص، بالحب، بالاهتمام، بالحنية، بالطبطبة، بالحنان، هنوصل لكل حاجة إحنا محتاجينها. وأتمنى يا رب إن أنا أشوف كل البيوت المصرية بخير، وأنا سعيد طبعا إن أنا اتواجدت معاك النهاردة في دكتور برنامج سعادة لينا احنا يا دكتور، أمنية مصرية. انت بتنور برنامج أمنية مصرية. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا دكتور يخليك. محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، شرفتني يا فندم. أنا اللي شرفت بوجودي مع حضرتك وأنا النهاردة. عندي أمنية مصرية إن النهاردة كل اتنين حاسين إن بينهم بداية حتى طلاق عاطفي، كل واحد يراجع نفسه تاني، يمكن ربنا يفتحها كده ويسهل الدنيا وما يبقاش فيه طلاق عاطفي ولا حاجة. تصبحوا على خير وألف هنا، واشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.